ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجوزاء وتوقعات الاسبوع الثالث لشهر مايو لعام 2021. برج الجوزاء، بدايه الاسبوع الثالث عندك ايجابي ومهم جدا جدا، مهم انك هتخلي بالك معانا اول 3 ايام، لكن بعد كده الامور بتبدا انها تكون تتحسن. عندك امور واخده كيرف العلو، او ان انت تكون افضل احسن في النطاق ده، الى ان انت خلال الاسبوع من اوله لاخره لازم تحضر نفسك تحضير صح، كانك داخل المباراه النهائيه. ليه؟ لان انت عندك الشمس تنتقل اخر يوم في فترة الاسبوع الثالث، فلما الشمس هتيجي عندك الاضواء كلها تتسلط عليك. خلي الاضواء دايما تتسلط عليك بإيجابية. عارف فكرة انك انت في العيد مثلا بتحضر نفسك قبل العيد، بقى التحضيرات بقى اللي ليها علاقة مثلا بالبيت والشعر والشكل والمظهر واللي 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 بالظبط، حضر نفسك للعيد بقى بتاعك. يعني طبعا كل سنه وانتم طيبين عشان احنا في فتره عيد، وكل سنه وانتم مبسوطين وعيد سعيد عليكم ومبارك عليكم ان شاء الله. لكن فعلا فعلا التميز الحقيقي عندك هو من بدايه يوم 21، فانا عايزه الاسبوع ده كله احضر نفسي لتسلط الاضواء عليك بشكل قوي. ليه؟ لانك انت بتسعى في امور مهنيه وامور عاطفيه، بسبب ان عطارد او كوكب عطارد موجود عندك من يوم 4 بقى عندك، وكمان من يوم 9 بقى موجود كوكب الزهرة، فالتغيرات المهنية والتغيرات العاطفية اللي بديها لك الزهرة قوية جدا جدا، وبتسعى ناحية الامام، دايما عايز تتقدم وتعلى على شأنك. فحاول ان انت تستغل الفرص ايا كانت، دول بيخدموك وبيساعدوك وبيخلوك ان انت جذاب اكتر، اشخاص يخدموك اكتر، ايجابيات اكتر، تغير ناحية الايجابية اكتر، فبالتالي ده كله بيوريك الحظ فين، فعليك انك تسعى اكتر. كل ما تسعى اكتر وتتحمل اكتر، كل ما الاضواء لما تيجي تتسلط عليك في الاسبوع الاخير يقول واو انت برافو عليك، انت شاطر جدا، انت كويس جدا، لا انت صح، لا احنا هنكون معاك، لا احنا في صفك. واخد بالك؟ انا عايزه افهمك او اوصل نقطه ايه برج الجوزاء. فبرج ما هو انا برج الجوزاء ده من الابراج الغاليه قوي على قلبي، فلما بقول حاجه كل الابراج غاليه على قلبي، بس يعني لما بقول حاجه لبرج الجوزاء ببقى قصداها، يعني عايزه اوصلها بجد. فدي نقطة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك قوي 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 منها، عشان كده قلتها في اول الفيديو. النقطة التانية بقى، احنا عندنا اصلا كوكب الحظ اللي هو كوكب المشتري موجود في برج الحوت دلوقتي، فبداية الاسبوع الثالث هتحس ان انت عندك اسم، بتسعى اكتر، عايز توصل للحظوظ بشكل متكامل، بالنسبة لك ان انت عندك اهداف كبيرة، عايز تكون مندرج في المجتمع بشكل افضل، مثلا عندك منتج معين، عندك حاجة معينة عايز اكبرها، عايز اعلي منها، عايز اعلي من شأني، مش عارفة ايه، فاذا انت عندك في تحسنات بشكل كبير قوي، عندك حظ بشكل حلو، حظ بيخدمك جدا، فلا الاجواء بالنسبه لك متميزه جدا جدا يا برج الجوزاء. برج الجوزاء كمان المريخ موجود عندك بيت المال، لانه عندك في البيت الثاني، فاذا عندك في بيت المال يعني ايه؟ يعني فلوس جايه وفلوس بتروح، فلوس جايه وفلوس بتروح، بتروح مش بتروح خساره، لا فلوس بتيجي بحطها في مشروع، فلوس مش عارفه ايه بحضر ايه، ببني ايه، بعمل ايه، بتعمل اسم لنفسك ايه، فعندك ده جدا. تمام كده حركه الكواكب. بالنسبه للحركه الخاصه بالقمر، اول 3 ايام زي ما قلت لك ان احنا هنخلي بالنا منهم، لان القمر موجود في برج السرطان. تخلي بالك من ايه؟ تخلي بالك كده وانت طالع في طريقك، انت مين بيبص عليك ومين بيحاول يوقعك من الطريق ده، كانك بالظبط بتطلع كوبري، ففي عربيات عماله تيجي قدامك واللي بيعاكس ايه ومش عارفه ايه والكلام ده كله، فتخلي بالك من دول. اصل وانت طالع انت باصص ناحيه الصعود فقط، باصص ناحيه الهدف، الهدف بتاعك فقط، مش باصص كمان حواليك جنبك، يعني لا بص حواليك وجنبك. ليه؟ لان في اشخاص عايزين يعترضوا طريقك، في اشخاص مش عايزينك توصل لبر الامان، مش عايزينك ان انت تنجح او ان انت تتحسن او ان انت تكبر او ان انت توصل، فخلي بالك دايما من الاشخاص دي. خلي بالك بقى من كلامك، من افعالك، تصرفاتك، من الاوراق المهمه بتاعتك، من مستندات، من بدايه لحاجه قويه، من اسرار كتير مهمه لازم تكون واخد بالك قوي من النقطه دي. فكل لازم تكون حريص جدا جدا وانت بتصعد ناحيه هدفك، ان انت تخلي بالك مين اللي حواليك، اسراري مع مين، طريقي ايه، خطواتي ماشيه ازاي، انا بعمل ايه، تصرفاتي، كلامي، دنيتي،
كل ده لازم تحسبه. احسب حسبه صح، خطط صح، وبعدين نفذ على ده. انما فكره الجهجهونيه او التسرع في القرارات او التسرع في الافعال ده امر خاطئ جدا في الفتره دي، خاطئ جدا. ندخل بعد كده على فتره القمر لما بيروح يوم 18 يوم 19 لبرج الاسد. فترة بالنسبة لك بتكون حلوة، فترة بالنسبة لك بتكون إيجابية، فترة بالنسبة لك بيكون فيها نشاط، فيها جرأة في التعامل، فيها اللي هو إنك بتستعيد نفسك من مرحلة أنت لازم تخلي بالك قوي وحريص قوي، لفترة اللي هو خلاص حلينا الموقف، عدينا من الموقف، هدينا، أو اللي حصل حصل، فخلاص بتاخد بقى حتة الهدوء شوية، بتبدأ تفكر أفضل لمستقبلك، بتبدأ إن أنت تخطط، بتبدأ إن أنت تتواصل اتصالات مهمة أو تتواصل بتواصل إيجابي مع حد، عندك كمان أخبار سارة بتجيلك خلال الفترة دي. يبدأ بعد كده القمر يروح من يوم 20 يوم 21، فترة بالنسبة لك قوية. قوية في قوية ليه؟ مش عشان كمان القمر موجود في برج العذراء، لا برج، لا الشمس خرجت او يوم 20 بتخرج من برج الثور، بتقول له باي باي برج الثور، فبتبدا انها تروح لبرج الجوزاء برجك، فبتبدا ليك تاثيرات هنا قويه قوي. يعني هتحس ان يوم 20 بيختلف عن يوم 21 طبعا، مع ان نفس مرحله وجود القمر برج العذراء، لكن الانتقال الشمس هنا بيبدا ان هنا يديلك قوة تميز، اللي هو من الاخر كل السوق كله تحت امرك، فعندك ده جدا. فترة يوم 20 بيخف الوضع، لان بيخف شوية التأثيرات من الشمس اللي موجودة في برج السور، مع ان اورانوس وبلوتو برضه موجودين في ابراج ترابية، ولكن عامة بيدي تأثيرات شوية، بتخف عليك الحمل، بتبدأ تفكر اكتر في المنطقة المهنية، في تحقيق اهدافك، في تحقيق الاسم بتاعك، في ان انت تتواصل بشكل اكبر. ليه بعد كده فترة الاضواء كلها بتتسلط عليك؟ عارف فكرة بقى برج الجوزاء بيعمل ايه في الفترة بتاعته دي؟ اللي هو شكرا شكرا شكرا، ممنون جدا. فعارف فكرة، فبرج الجوزاء هيبدا ان هو تشوف نفسك، هتحس ان انت انتصرت في امر معين، هتحس ان انت، لا ان انت عايز تقول لنفسك برافو، انا 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 حاجة جامدة جدا، انا ما حصلتش، انا وصلت اللي انا، حاجة جات لي مفاجأة كده، عدتني من الحفرة دي حاجة. فعندك الفترة دي بتشكر في نفسك، او حابب نفسك، حابب المعجزة اللي حصلت لك، حابب جدا. عارف فكرة حتة الايمان القوي اللي موجودة، بتبقى موجودة عند البني ادم لما تحس ان ربنا واقف معاك في ازمة ما كنتش عارف تخرج منها ازاي. بالظبط، عندك ازمة بتخرج منها، بنبدأ فيها، وهيكون فيها لحظات مبشرة في الوقت ده، فتحس ان هو بحالة من الامان، حالة من الايجابية. فده بالنسبة لمراحل وجود القمر. بعد كده بالنسبة لك بقى فترة ليها، او الاسبوع بشكل عام، طب ما تيجي نتكلم الاول على الاسبوع بشكل عام كحاجات خطفات كده، كامور مهنية. امور مهنية انت بتصعد ليه ناحية اهدافك، قوة مهنية، ابداع، عندك اشخاص على قد ما عايزين يعترضوا طريقك، لكن برضو مازال في اشخاص بتدعمك خلال يوم 18 ويوم 19. بالنسبة لك برضو فترة لازم ان انت تاخد بايد نفسك في الوضع المهني، ان انت تتحمل مسؤولية اكبر، ان انت تكبر نفسك اكتر عشان تقدر توصل لوصول مهمة. بالنسبة للامور العاطفية للناس اللي مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطين عندك في اشخاص كتيرة معجبين بيك انت كتير، لان الزهرة موجودة عندك، فده بيخليك ان انت اكثر جاذبية، انت عندك اختلاف حلو، مهتم بنفسك، بشياكتك، مظهرك، تألقك، حاسس ان انت واخد الحياة ببساطة، بجمال، بشياكة، بلطافة كده حلوة، فبالنسبة لك ده بيدي كتير جدا لتأثير ايجابي على الجنس الاخر ليك، فبالتالي بيكون في معجبين كتير قوي قوي ناحيتك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبة للناس اللي هم متجوزين عندك بعض الشكوك شوية في الشريك، خاصة من الأبراج الهوائية وكمان الأبراج المائية، فعندك ده قوي، بس في نفس الوقت بتبدأ الأمور تتصلح، بتكون أفضل وألطف كتير يا برج الجوزاء. بالنسبة لي الماضي، الماضي عايز يرجع لك، الماضي عايز يرجع لك جدا جدا، تحسنات حلوة قوي من ناحية الماضي، من ناحية الرجوع، في رجوع بشكل حلو، تحسنات في العلاقات العاطفية بالنسبة للناس اللي هم منفصلين أو على خلاف مع حد، فده بالنسبة للوضع العاطفي. الوضع العائلي عندك فيه تواصل مع العائلة، بس انت مش هتكون محبب لده قوي، لان انت عارف ان في اشخاص بالنسبة لك في نوع من انواع الشماتة، في نوع مش عارفة ايه، فانت عايز تثبت نفسك، عايز ان انت تقوى في امر معين، تقوى في حاجة معينة عشان تكون يعني
قادر تقف قدام الاشخاص دي. عندك في حاجه ممكن يكون ليها علاقه باثر سلبي او حاجه ممكن تزعلك شويه على صحه حد من العائله، على ان حد من العائله يكون مش الطف حاجه، فتبقى زعلان عليه او على عدم وجوده، فبتحس ان انت مشتاق له، او فعندك النقطه دي برضو، بس هتعدي. ده انت ده اول 3 ايام من الاسبوع الثالث، ويعني بس الامر هيعدي، يعني مش حاجه هتقف يعني عليك على الحاجه دي او الموقف. وضع يكون بالنسبه لك برضو هيبقى سهل ان شاء الله الامور بالنسبه لك الصحيه، تخلي بالك من العدوى وكل ده. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.